المهم بالنسبه لنا النهارده ندافع اكتر من ان احنا نهاجم بكل امان. اتمنى النهارده نلعب كوت ديفوار زي ما لعبناهم 98 مع الكابتن محمود الجوهري في كان بوركينا فاسو، تفتكروا لعبناهم في دور الثمانيه ساعتها كانت البطوله 16 منتخب مش 24 زي دلوقتي. ليه؟ لان احنا في الوقت الحالي مش في المستوى بتاعنا في 2008. يعني في ناس كتير بتقول يا جماعه احنا مباراه 2008 لعبناهم في السيمي فاينل وكسبناهم 4-1. لا، ظروف الماتش النهارده مش زي 2008، ظروف ماتش النهارده زي 98. 98 ما كناش احنا مرشحين قوي في المباراه، لعبنا معاهم جيم دفاعي كويس، تعادلنا 0-0 وشدناهم لركلات الترجيح وكسبناهم في ركلات الترجيح. 2008 لا، الوضع كان مختلف، اوبن جيم ويلا، وكان معانا فرقه مرعبه، وهم برضو كان معاهم فرقه مرعبه بصراحه، كان دروجبا ساعتها مرعب مرعب يعني. بس كان في ايكواليتي، كان في تنافسيه، كان في يعني ماتش 50-50. دلوقتي ما كان محترم، احنا ما قدمناش حاجه تقدر تخلينا عندنا الثقه ان احنا ننزل نأدي مباراه زي مباراه 2008. ما انا على مستوى الشخصي مش شايف ده. طيب تعال اقول لكم تشكيل منتخب كوت ديفوار عشان نعرف احنا هنلعب مين وهيلعبوا ازاي. منتخب كوت ديفوار طريقته واضحه، مفيش اي دربكه، مفيش اي لعبكه زي عندنا، مفيش اي حاجه مش واضحه، هم واضحين بيلعبوا 4-3-3. حارس المرمى بدر سنجري، سيرجي اوريه طبعا فول باك على اليمين، اريك باي طبعا مساك يونايتد، ديلي سايمون مساك معاوي، جيلسون كونن ده الليفت باك بتاعهم. ده خط الوسط حدث ولا حرج، جون ميشيل سيري طبعا واحد من اعمده المنتخب الايفواري في خط الوسط، ومعاه طبعا النجم الكبير فرانك كيسي نجم ميلان الايطالي، واللي لعب بلاي ميكر، واللي لعب هاف ديفندر، واللي لعب 8، واللي لعب 6، لعب كل حاجه في نص الملعب. وابراهيم سنجالي طبعا واحد من نجوم كوت ديفوار في البطوله دي. الثلاثي الهجومي الخطير المرعب، بنتكلم على سباستيان هالر طبعا هداف الشامبيونز ليج الاوروبي، هداف اياكس، 10 اهداف في دوري ابطال اوروبا خلال 6 مباريات فقط، طبعا حاجه مرعبه جدا جدا جدا. على الشمال حدث ولا حرج الاستاذ المبجل ماكس جرادال، واحد من امهر واسرع اللعيبه في فرقه كوت ديفوار. وعلى الناحيه اليمين الاستاذ المبجل نيكولاس بيبي طبعا جناح نادي ارسنال والفريرة. فبالتالي 4-3-3 دول هم هيلعبوا بيها. ونقطة مهمة بقى عايزكم تركزوا معايا فيها، أنا حاطط على البورد 3-4-3 بتاعتنا وال4-3 بتاعت كوت ديفوار كديفولت كرسمة، بس مش ده الشكل اللي هيقف بيه كوت ديفوار بقى في الملعب كهاي لاين ديفنس. لا، هم مش هيقفوا هنا، ركزوا معايا بقى. منتخب الإيفواري في بداية المباراة هيقف لنا هنا، هيزق الناس دي كلها ويقف هنا. لما انت هتتزق بالشكل ده هتجبر ان انت تطلع لارضك. لما تلاقي دفاع الفريق المنافس قدامك واقف بالهاي لاين ديفنس بتاعه في الحته دي، انت مجبر انك تاخد قرار اللعب في المساحه دي من هنا اهو، من عند منطقه جزائنا لغايه نص الدايره بتاعت نص ملعب في ملعب كوت ديفوار.